استقبل البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وفد الحجاج الإيطالي الأول، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بحي العباسية. يأتي الوفد الإيطالي الأول ضمن رحلات مسار العائلة المقدسة بمصر. كانت رحلة الحج الديني الأولى قد انطلقت قبل عدة أيام، والتي نظمتها منظمة أونياتيلسي بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية وإبراشية بيتربو.